بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. الفيديو بتاع النهاردة مميز جدا جدا، وطبعا زي ما أنا وعدتكم إن شاء الله إن القناة دي ملككم كلكم، وأنا بعمل الحاجة دي خدمة ليكم، وإن شاء الله يعني ربنا يبارك للناس كلها، ونكون يعني سبب في سعادة ناس وسبب في الخير لكل المتابعين بتوعتنا. فيا رب إن شاء الله يجعلنا سبب خير وندخل السعادة على قلوبكم جميعا يعني إن شاء الله. فالفيديو ده برضو أبكار مستوردة جيل تاني أو الولادة التانية، الموسم التاني ليها. الأبكار دي عشار 5 و6 و7 و8، معاها الشهادات بتاعتها، موجودة في تقريبا الخطبة طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طبعا البقرة عاملة 100,000 جنيه زي ما قلت قبل كده. القناة ملهاش علاقة لا بالسعر ولا بالحيوان، انا شايف ان الحيوان كويس. هم بيقولوا ان هو بيجيب 40 كيلو لبن في اليوم، فانت حضرتك تروح تأكد من حاجتك، تأكد قبل ما تدفع فلوس، تأكد ان الحاجة دي كويسة، علامة الصحة بتاعتها كويسة. لو قدرت تحلب البقرة وانت موجود هناك يبقى كويس، بحيث انك انت تعرف فعلا الطرف فيه بيجيب كام. البقرة دي زي ما قلت طبعا اسعار غالية، 100,000 مش حاجة سهلة، ما مرميش فلوسي في الارض. لو انت عارف انك انت تعرف تأكل الحيوان ده وتديله الحاجات اللي هو محتاجها كويس، تديله كل المتطلبات بتاعته، لان طبعا حيوان زي ده بيجيب 40 كيلو لبن، ده محتاج 20 كيلو علف في اليوم. يعني انتوا عارفين ان الكيلو لبن بيحتاج نص كيلو علف، فانا ما اخدش الحيوان ده اظلمه. يا ريت نركز في الحته دي كويس، انا مش عايز اظلم الحيوان بتاعي، انا عايز اخد الحيوان بتاعي اعرف اكله كويس. لو انت عارف نفسك مش هتقدر تاكل الحيوان ده وتديله المتطلبات بتاعته وتوفر له البيئه المناسبه، يبقى رجاء بلاش تدخل في موضوع الحلاب. بقره قلت ب 100,000 جنيه 10 7، وفي 5 و6 و8. البقره ب 100,000 موسم تاني، موجودين في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طبعا دول بعتهم لي احد اصدقاء القناه، لو حد محتاج منهم حاجه انا يتواصل معايا على الواتس، وانا ان شاء الله هوصله بالاستاذ مصطفى، شخصيه محترمه، انسان مؤدب جدا، نحسبه على خير يعني ان شاء الله. فاي حد محتاج حاجه يتواصل معايا وانا اديله رقم الاستاذ مصطفى. بس زي ما قلت لكم يا ريت نركز قوي، ما تشتريش حاجه وبس، افحص حاجتك كويس، افحص حاجتك كويس قبل ما تاخدها. وربنا يوفق الناس كلها يا رب ان شاء الله. الفيديو التاني ديت دول 8 عجول براون وواحد هولشتاين. طبعا السعر زي ما قال الاستاذ مصطفى، زي ما قلنا طبعا دول 8 عجول براون، واحد منهم بس هولشتاين. دول وزنه 400 كيلو، الكيلو ب 150 جنيه. اي حد محتاج منهم حاجة يتواصل معايا وانا اوصله ان شاء الله بالاستاذ مصطفى. دول موجودين برضو في الاسماعيلية، 8 عجول وزن 400، متوسط 400 كيلو، الكيلو ب 150 جنيه. اي حد محتاج طبعا زي ما قلت دي ذبيح، يعني دول بيطلع وزن 400، ده اللي عايز يذبح في الجزار، عايز يذبح يتفضل يشتري منه. لو حد عايز يكمل معاه لما يوصل 500 طبعا، بس انا ما انصحش بكده لان هيبقى ربح قليل خالص، فبلاش ان الحاجات دي طبعا للذبيحه على طول. لو في اي جزار تابعنا على القناه او اي حد بيشتغل في اللحوم وتجاره اللحوم ممكن ياخد من العجول ديت. طبعا الفيديو الثالث دي عجول كولومبي، برضو عجول كولومبي وزن 400 500 600 اللي انت عايزه، موجوده برضو الكيلو ب 138 نقاوه، اللي عايز يختار براحته. الكيلو ب 130 ب 138 جنيه نفس. الحاجات دي موجودة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم جميعا، كل واحد هيدفع ما يدفعش جنيه الا ما تعين الحاجة بتاعتك. زي الفيديو بتاع العجول الرضيع، طبعا الناس كتير تواصلت معايا وانا وصلتهم بالاستاذ محمد صاحب العجول، فاتمنى اللي حصل نصيبه وخدهم يبقى يتواصل معانا ويعرفنا هم وصلوا لكام. انا سامع ان هم ب 170,000 8 تقريبا على زي ما سمعت، بس الله اعلم ان كان السعر ده حقيقي ولا احد المتابعين كلمني وقال لي ان هو ماسك على 170,000.
فطبعا كلها مشاريع كويسة، كلها فيها لقمة عيش كويسة، يعني احسن من انك انت تركن الفلوس ملهاش لازمة حاليا. دلوقتي اديكم شايفين الدنيا عاملة ازاي، الفلوس ملهاش اي لازمة. انت لما تدخلها في مشروع وتبدأ تستثمر بيها ده افضل طبعا من انك انت تركن الفلوس ديت. لا، شغل اي فلوس عندك، شغلها سواء كنت تربي خرفان او تربي عجول تسمين او حتى جاموس. وعلى فكرة برضو في عجول برازيلي، في عجول برازيلي اوزان 200 كيلو للجناية اللي عايز يعملها انيه، يعني 200 كيلو 250 موجودة برضو عند الاستاذ مصطفى ب 146 جنيه للكيلو اللي هي البرازيلي. في عجول جاموسي وزن 200 كيلو برضو 250، بس سعرها مش في ذهني حاليا لكن موجود. فكل حاليا مصر مليانة خير ومصر بخير، وان شاء الله هتفضل، هيفضل الخير في مصر الى يوم القيامة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا كل امنياتي ان انا ادخل السعادة على قلوبكم جميعا، كل امنياتي ان الناس تسترزق والناس تعمل مشروع وينجح. اتمنى باذن الله ان اكون سبب خير لكل الناس سواء متابعين معايا على القناة او مش متابعين معانا على القناة. فيا رب ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. وزي ما قلت لحضراتكم، اي حد محتاج اي استشارة حتى بعد ما تشتري الحاجات ديت ممكن اكمل معاك من ناحية البطارية، ما تقولوش هم نهائي. ناحية البطارية لو عندك حد يعرف يحقن كويس تواصل معايا، وانا ان شاء الله هديك المفيد من الاخر يعني. فربنا يوفق الناس كلها، واتمنى لكم ان شاء الله حياة سعيدة ومشروع مربح ومصر كلها تكون كويسة والشباب كله يدخل ويشتغل في موضوع الانتاج الحيواني، حاجات بصراحة يعني ممتعة. فأتمنى التوفيق للجميع يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.